السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد، وبلغنا آخر مباحث الكتاب وهي مباحث الترجيح. وبلغنا قول المصنف رحمه الله وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة روايتان في صفحة 449. يقول المؤلف رحمه الله وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى، إحداهما لا ترجيح على غيرها. واختاره جماعة، والثانية بلى، اختاره جماعة وهي المختارة. هذه المسألة معقودة لبيان مرجح من المرجحات الواقع بين الحديثين المتعارضين، وهو ما إذا روى أحد الحديثين الخلفاء الراشدون الأربعة وروى الحديث الآخر راو من غيرهم كابن مسعود وأبي هريرة وأنس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وذكر المؤلف رحمه الله الخلاف في المسألة وتعدد الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة. وقبل أن نذكر الخلاف، أبين أن المراد برواية الخلفاء الأربعة في هذه المسألة المراد الحديث الذي رواه الأربعة كلهم، أي ترجيح حديث رواه الخلفاء الأربعة كلهم على حديث رواه غيرهم. فالمراد رواية الأربعة مجتمعين رضي الله عنهم. ويدل على هذا المعنى أن بعض الأصوليين بنى الخلاف في المسألة، بنى القول بترجيح رواية الخلفاء الأربعة على رواية غيرهم، بناه على القول بحجية اتفاق الخلفاء الأربعة. فإن قلنا إن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة، فمعناه تقديم روايتهم على رواية غيرهم، لأنهم اتفقوا على رواية الحديث. وإن قلنا إن اتفاق الخلفاء الأربعة ليس حجة، فحينئذ يكون رواية الأربعة للحديث كرواية غيرهم، فينظر إلى المرجحات الأخرى
فدل على أن المراد بالمسألة أن يروي الحديث الخلفاء الأربعة مجتمعين، لا أن يرويه واحد منهم أو اثنان. مثال ذلك، مثال المسألة، حديث رفع اليدين الذي مر معنا في الدرس السابق، رفع اليدين في الصلاة، فإن الخلفاء الأربعة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع في ثلاثة مواضع، وهذا يخالف حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام وصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، يعني عند تكبيرة الإحرام. فيرجح الحديث الأول على حديث ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، لأن الحديث الأول رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة، ولهذا قال الإمام الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، يقول: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المبشرة غير هذه السنة. قال تلميذه البيهقي الإمام الحافظ المعروف، قال: هو كما قال الحاكم أبو عبد الله، يعني الأمر كما ذكر، أنه ثبتت رواية الحديث عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة. فيقول: وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة، يعني على غيرهم، على رواية غيرهم، تقديمها على رواية غيرهم، وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى، إحداهما لا ترجيح على غيرها. وقد تكون العبارة لا ترجح على غيرها، قد تكون لما في هامش واو، في هامش أربعة يقول في نسخة واو يرجح، ولعلها ترجح، لا ترجح على غيرها، والأمر يسير. فالمعنى أن رواية الحديث الذي يرويه الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم لا يرجح على الحديث الذي رواه غيره، بل يستويان ويطلب مرجح آخر. ودليل هؤلاء هو أن الجميع، أعني الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة، أن الجميع قد تساووا في الصحبة وفي العدالة وفي السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا يرجح بقلة أو كثرة من حيث عدد من روى من الصحابة. قال: واختاره جماعة. نعم، اختار هذا القول الأول جماعة من الحنابلة، ووافقوا في هذا الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى وأبا يوسف رحمه الله. لكن قد قيل إن هذا وإن قال به أبو وإن روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، إلا أنه ليس المعتمد في مذهب الحنفية،
بل المعتمد هو القول الثاني والله أعلم. قال: والثانية بلى، والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله بلى، يعني بلى يرجح حديث الخلفاء الأربعة على حديث غيرهم. قال: اختاره جماعة، أي من الحنابلة، وهي المختارة، يعني وهي الرواية المختارة في المذهب، المعمول عليها، المعمول بها في المذهب، يعني هي الرواية الراجحة في المذهب. والأمر كما قال المصنف رحمه الله. وهذا القول، القول الثاني، ذهب إليه أكثر العلماء، هو قول جمهور العلماء. ودليلهم أن هؤلاء الأربعة رؤساء الناس، رؤساء الناس هم كانوا الخلفاء، فقد رأسوا الناس، والرئيس من كل طائفة يكون في العادة أشد تصونا وتحرزا وتحريا للصواب في خبره أكثر من غيره. ولأن هؤلاء الأربعة هم أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم منزلة وفضلا، ولكثرة ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل هذا يؤخذ منه ترجيح روايتهم على رواية غيرهم. انتهت المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن رجحت روايتهم رجحت رواية الأكابر على غيرهم. هذه مسألة أخرى، مسألة جديدة، مرجح جديد من المرجحات، إلا أن المصنف رحمه الله ذكره على وجه البناء على ما قبله، على المسألة السابقة. فقال: فإن رجحت روايتهم، أي الأربعة الخلفاء، رجحت رواية الأكابر على غيرهم، الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم، على غيرهم أي على صغار الصحابة أو على من دونهم في السن، لأن المراد هنا بقوله الأكابر يعني الأكابر في السن، وقيل المراد الأكابر في العلم، والأول والله أعلم هو الصواب، أن المراد بالأكابر هنا في هذه المسألة هو الأكابر في السن. وجه البناء يقول: إذا ترجحت رواية الخلفاء الأربعة على رواية غيرهم، فينبغي حينئذ القول بترجيح رواية أكابر الصحابة، سواء كانوا الأربعة أو غيرهم، على الأصاغر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ووجه البناء أن العلة هي، فإننا ما رجحنا قول الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم إلا لقربهم وملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرة صحبتهم، قول صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقدم إسلامهم، مع كثرة العلم والتقوى والورع وكبر سنهم، وكل هذه المعاني موجودة في مسألتنا، كل هذه المعاني موجودة في الأكابر من الصحابة، وحينئذ يلزم ترجيح رواية الأكابر على الأصاغر.
مثال ذلك مثال ترجيح الأكبر سنا على الأصغر. مثلوا لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج وحده، يعني كان مفردا في حجه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويعارضه حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بحج وعمرة، أي كان قارنا. وذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر له الناس، لما سمع الناس منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، قالوا له: فإن أنسا يزعم أنه قرن. فقال ابن عمر: كان أنس صغيرا يدخل على النساء وهن متكشفات لا يستترن منه، أو كما قال رضي الله عنهما، أو كما قال رضي الله عنه. وكأنه يقول يعني هو أصغر مني سنا وأنا أكبر منه فأنا أعرف منه، معنى كلامه يعني. هذا المثال ذكره بعض العلماء للمسألة، على أنه ينبغي ملاحظة شيء، أن نلاحظ شيئا، وهو أن مقالة ابن عمر رضي الله عنهما ينبغي حملها على المبالغة وبيان أنه أن أنسا أصغر منه سنا، إذ لو حملناه على الظاهر على الحقيقة لم يكن صوابا، لأن أنسا رضي الله عنه في حجة الوداع كان قد بلغ 20 سنة، وابن 20 لا يدخل على النساء وهن متكشفات لا يسترن منه، لأنه رجل بالغ. فينبغي حمل هذه العبارة على المبالغة، على أن الفارق من حيث العمر بين ابن عمر وأنس رضي الله عن الجميع ليس بالكبير، فارق يسير. فإن أنسا رضي الله عنه ولد قبل الهجرة 10 سنين، فحين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمره 10 سنين. وابن عمر رضي الله عنهما يقول: عرضت يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجازه للقتال أو كما ورد. وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة للهجرة، وكان عمر أنس وقتها 13، فابن عمر يكبره بسنة أو نحوها. وعلى كل فهذا مثال يذكر للقاعدة. قال: ويقدم الأكثر صحبة. هذا شروع في مرجح جديد من المرجحات. فقال: ويقدم الأكثر صحبة كأبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. الأكثر صحبة الراوي الصحابي الأكثر صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم يقدم حديثه على الأقل صحبة، يعني على الراوي الصحابي الأقل صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن المراد هنا
بكثرة الصحبة المراد كثرة ملازمة الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنه أقدم إسلاما من الراوي الآخر، فتنبهوا لهذا. المراد بكثرة الصحبة طول عشرته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه أقدم منه إسلاما. ولهذا ذكر بعد هذا مرجحا آخر مغايرا له، وهو ترجيح الأقدم إسلاما على المتأخر، فهما مسألتان مختلفتان. ولا يلزم من كون الصحابي أقدم إسلاما من صحابي آخر أن يكون أكثر مخالطة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجحوا رواية الصحابي الأكثر صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من الأقل صحبة، لأن الظن بصوابه أكبر، فإن من خالط رجلا كان أعرف به من غيره، فمخالطة هذا الصحابي كثرة مخالطته ومعاشرته ووجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم تجعله أكثر معرفة بأقواله وأفعاله وأحواله من غيره. هذا دليل من رجح بكثرة الصحبة. ثم ضرب المصنف رحمه الله لهذا مثلا، أي للأكثر صحبة، بقوله كأبي هريرة. نعم، كأبي هريرة وأنس وعائشة رضي الله عنهم، فإن هؤلاء وغيرهم أيضا كانوا أكثر مصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كثرت الأحاديث المنقولة عنه، صارت أكثر من الأحاديث المنقولة عن غيره حتى ممن قدم إسلامه. مثال الترجيح بكثرة الصحبة حديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وضع ركبتيه قبل يديه، يعني إذا خر للسجود، إذا سجد يعني أراد أن يسجد، إذا خر للسجود وضع ركبتيه قبل يديه. ويعارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. الآن تعارض الحديثان، حديث وائل يقول الركبتان قبل اليدين، يضع المصلي الركبتين قبل اليدين، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يضع يديه قبل ركبتيه، فيرجح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لأن أبا هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة مخالطة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا صار أكثر الصحابة رواية للحديث، بخلاف وائل بن حجر رضي الله عنه فإن الأحاديث المنقولة عنه قليلة لقلة مخالطته للنبي صلى الله عليه وسلم.
انتهت المسألة. قال: ومتقدم الإسلام والمتأخر سيان. متقدم الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعلي وعثمان رضي الله عنهم وابن مسعود وسعد والزبير وعبد الرحمن بن عوف، فهؤلاء إسلامهم كان قديما رضي الله عنهم. ومتأخر الإسلام مثل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فإنه أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعارض الحديث الذي يرويه قديم الإسلام والحديث الذي يرويه متأخر الإسلام فوقع فيه خلاف ذكره المصنف رحمه الله، ذكر فيه بعض الأقوال واختار أنهما سيان أي متماثلان، فلا يرجح أحدهما على الآخر، لا قديم الإسلام متقدم الإسلام ولا متأخر الإسلام، ما يرجح حديث أحدهما على الآخر، إنما يطلب مرجح آخر. والدليل هؤلاء أن كل منهما قد ثبتت صحبته وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهما متساويان إذن. هذا القول الأول. ثم قال: وقيل يقدم المتأخر. هذا شروع في المذهب الثاني في المسألة. القول الثاني أنه يقدم متأخر الإسلام على متقدم الإسلام. لماذا؟ ما دليلهم؟ قالوا: لأن متأخر الإسلام يدل على تأخر روايته، فيحتمل أن روايته ناسخة لرواية متقدم الإسلام. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد. قال: اختاره بعض الشافعية. إذن القول الأول يقول أنهما سيان، يقول اختاره الأكثر، يعني أكثر العلماء. والظاهر والله أعلم أنه ليس قول أكثر العلماء. نعم، قد يكون قول أكثر الحنابلة، ربما هذا محل بحث، قد يكون قول أكثر الحنابلة، وإن كان هذا نقل عن قلة قليلة منهم من حيث النقل، كالطوفي ومجد الدين ابن تيمية رحمهم الله، قال بتساوي رواية متقدم الإسلام ومتأخر الإسلام، لكن ربما يكون قول الأكثر. وأما القول الثاني الذي قال عنه اختاره بعض الشافعية فهو رواية عن أحمد، لكن الظاهر أنه قول أكثر العلماء. الذي يظهر أن ترجيح قول المتأخر إسلاما هو قول أكثر العلماء. وهناك قول ثالث لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو ترجيح متقدم الإسلام، يعني القول الثالث عكس القول الثاني. القول الثالث عكس القول الثاني، فهو ترجيح قول متقدم الإسلام. قالوا: لأن
المتقدم إسلاما يعني أن صحبته في العادة تكون أطول، مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم تكون أكثر، فيكون أعرف بحال النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يسلم إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال القاعدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث يفيد نقض الوضوء بمس الذكر، نقض الوضوء بمس الفرج. ويعارضه حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه أن رجلا من بني كنانة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا بضعة منك؟ يعني هو قطعة منك كيدك ورجلك، فلا وضوء عليك. فيرجح حديث طلق بن علي رضي الله عنه. لأن طلقا أسلم أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفد من اليمامة إلى المدينة النبوية أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشارك في بناء المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أبو هريرة فقد أسلم متأخرا عام خيبر في السنة السابعة للهجرة، فيكون طلق أقدم إسلاما من أبي هريرة بنحو 7 سنوات، ب6 أو 7 سنوات، فهو أقدم إسلاما منه. وتلاحظون أن المسألة الواحدة قد يتعارض فيها مرجحان أو أكثر. فهذا المثال الأخير الذي ذكرناه إن نظرت إلى المرجح الأخير الذي قرأناه وهو ترجيح متقدم الإسلام على متأخر الإسلام، فإنك ترجح حديث طلق بن علي في عدم نقض الوضوء بمس الذكر لأنه أقدم إسلاما من أبي هريرة. وإن نظرت إلى المرجح الذي قبله وهو الترجيح بكثرة الصحبة، أي بكثرة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك سترجح حديث أبي هريرة رضي الله عنه على حديث طلق رضي الله عنه، لأن أبا هريرة أكثر ملازمة وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا روى عنه ما لم يروه أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بخلاف طلق فإنه قليل الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه إلا أحاديث قليلة. انتهى المرجح الأخير، وبه تنتهي المرجحات الراجعة إلى السند. ثم شرع المؤلف رحمه الله في قسم جديد من المرجحات ترجع إليه مرجحات عدة، فقال: الترجيح من جهة المعنى، فالنص مقدم على الظاهر، إلى آخره. الترجيح من جهة المعنى، هذا
أقحمه المصنف رحمه الله هنا ولم يكن ذكره فيما تقدم حين ذكر العناصر الرئيسية التي ترجع إليها المرجحات، الاعتبارات والحيثيات التي ترجع إليها المرجحات بين الأدلة التي ذكرها في صفحة 447. انظروا، ارجعوا إلى 447 ماذا قال في السطر الثاني: والترجيح أقسام. ثم قال: من جهة السند ومن جهة المتن ومدلول اللفظ والأمر الخارجي، وكلها ترجع إلى الترجيح اللفظي، لأن بعد ذلك سوف يذكر الترجيح الاجتهادي وهو القياس. فذكر تحت الترجيح اللفظي، ذكر الترجيح من جهة السند ومن جهة المتن ومن جهة المدلول ومن جهة أمر خارجي. فالسند فرغنا منه قبل قليل، والمتن سوف يأتي في نفس الصفحة في السطر قبل الأخير. انظر السطر الذي قبل الأخير، قال: الترجيح من جهة المتن. ثم بعد ذلك الصفحة التي تليها سوف يذكر الترجيح من جهة المدلول، ثم بعد ذلك سوف يذكر الترجيح من جهة أمر خارجي. والحقيقة أنه لم يظهر لي فرق بين هذا والذي بعده، يعني الترجيح من جهة المعنى والترجيح من جهة المتن، لا يظهر فرق. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر فيه الترجيح بالورع إن كان يريد ورع الراوي، وهذا يرجع إلى السند. فلا يبعد أن هذا الكتاب كتبه المؤلف رحمه الله مسودة، أو أنه عند المراجعة لم يتفطن إلى هذا. ولهذا لم يذكر هذا الاعتبار، أعني الترجيح من جهة المعنى، لم يذكره أصحاب الكتب التي اعتمدها المؤلف ورجع إليها كثيرا، خصوصا أصول ابن اللحام، خصوصا أصول ابن اللحام وأصول ابن مفلح، لم يذكرها، ولم يذكرها غيره كالمرداوي وابن النجار وغيرهما من الحنابلة، ولا غير الحنابلة فيما ظهر لي، والله أعلم. وعلى كل، سوف نقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله، وإن كان ما ذكره تحت هذا الاعتبار يرجع إلى غيره. فقال المؤلف رحمه الله: الترجيح من جهة المعنى، فالنص مقدم على الظاهر. المراد بالنص هو دلالة اللفظ على المعنى من غير احتمال آخر، أن يفيد اللفظ معنى لا ثاني له، فلهذا سمي نصا. وأما الظاهر فدلالة اللفظ على معنى راجح مع احتمال معنى آخر مرجوح، أي أن اللفظ يحتمل معنيين أو أكثر، هو في أحدها أظهر، فهذا الأظهر هو الذي يسمى اصطلاحا بالظاهر، وما عداه مؤول. فالظاهر حجة والنص حجة، كلاهما طريقان صحيحان لإثبات الأحكام الشرعية، لكن إذا دل حديث أو نص عموما، إذا دل على الحكم بطريق النص أي بالاحتمال، والدليل الذي يعارضه يدل على الحكم بطريق الظهور، ترجح النص
على الظاهر لأنه أقوى دلالة، فإن الذي لا يحتمل مقدم على الذي يحتمل، والأقوى يجب العمل به، وما الترجيح إلا تقوية إحدى الأمارتين أو الدليلين. هذا هو شأن الترجيح، تقديم الأقوى. قال المؤلف رحمه الله: فالنص مقدم على الظاهر لأن الظاهر ربما كان للمعنى الخفي، لأن الظاهر ربما كان للمعنى الخفي وليس للمعنى الذي عارض النص فيه. هذا دليل القاعدة. إذا دليل القاعدة أن الظاهر ربما أراد به المتكلم المعنى المرجوح الذي عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله للمعنى الخفي، فإن المعنى الراجح جلي والمعنى المرجوح خفي، ولهذا لا يفهم إلا بقرينة. فالظاهر يقول: الظاهر ربما أراد به المتكلم المعنى المرجوح الخفي. نعم، هذا احتمال قائم، ربما أراده ولم يكن مريدا للمعنى الجلي الذي وقع التعارض بينه وبين النص، فإن التعارض بين النص وبين الظاهر إنما هو في المعنى الراجح في الظاهر لا في المعنى الخفي المرجوح. فهذا هو الظاهر بخلاف النص، فإن النص لا احتمال فيه لأنه معنى واحد، فليس فيه هذا المحذور، ليس فيه هذا المعنى الذي ذكره في الظاهر، فعلى هذا يكون النص أقوى. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإن ظاهر الحديث النهي، نهي المسلم عن كل صوم يصومه بعد النصف، يعني في النصف الثاني من شعبان، من اليوم السادس عشر فما بعد. الظاهر منه النهي عن كل صوم، عن الصوم كله، كل صوم التطوع، سواء كان نفلا مطلقا أو كان وردا للمسلم، أي كان شيئا معتادا يعتاده كصوم الاثنين والخميس أو كصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقد فاته أن يصومه في النصف الأول أو نحو ذلك. هذا الظاهر، لأن الحديث عام. لكن هذا الحديث يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد في قوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، فإن الحديث الثاني نص صريح في أن من اعتاد صوما، صوم تطوع، فإنه يصوم في النصف الثاني من شعبان. فالعبارة جلية واضحة صريحة في تجويز الصوم الذي اعتاده المسلم، الذي صار وردا له دائما مداوما عليه. فيرجح إذن الحديث الثاني، ويجوز للمسلم أن يصوم في النصف الثاني ما اعتاده من الصوم كالاثنين والخميس.
قال: وأما الظاهر فهو مراتب، وأما الظاهر فهو مراتب باعتبار لفظه أو قرينته، فيقدم الأقوى منها فالأقوى. هذا مرجح جديد، وهو فيما إذا تعارض الظاهران، إذا تعارض ظاهر وظاهر، فكيف نقدم؟ من أي الاثنين نقدم؟ فقال المؤلف رحمه الله: الظهور ليس في رتبة واحدة، بل هناك ظهور قوي وهناك ظهور أقوى، فبعض الظاهر أقوى من بعض، وعلى هذا يقدم الأقوى من الظواهر على الأقل ظهورا. والدليل في هذا واضح، أن الأظهر أقوى من الظاهر، والعمل بالأقوى واجب. وقلنا من قبل أن الترجيح أصلا هو تقوية أحد الدليلين. مثال ذلك، مثال تقديم الأظهر على الظاهر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فإن هذا الحديث ظاهر في قتل المرأة المرتدة، المرأة إذا ارتدت عن الإسلام تقتل بهذا الحديث، لكن الحديث ليس صريحا، ليس نصا صريحا في قتل المرتدة، ولهذا وقع النزاع في المسألة، لكنه يدل على هذا الحكم بطريق الظهور، لأن لفظة من تتناول الذكور والإناث على القول المرجح عند الأصوليين. والعام دلالته على أفراده ظنية لا قطعية، إذن هذا الحديث يدل على قتل المرأة المرتدة بطريق الظهور. ويعارض هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، أو كما ورد، فإن هذا الحديث الثاني ظاهر في المنع من قتل المرأة المرتدة لعموم قوله النساء، نهى عن قتل النساء، والمرتدة إحدى النساء فتدخل في العموم، فيتعارض الحديثان، الأول يدل بطريق الظهور على أن المرأة المرتدة تقتل، والحديث الثاني يدل بطريق الظهور على أن المرأة المرتدة لا تقتل، وكل منهما دل بطريق الظهور لأنه لفظ عام، اللفظ في كل منهما عام، والعام دلالته على أفراده ظنية على ما قلناه آنفا، لكن الظهور في الأول أقوى. الظهور في الحديث الأول من بدل دينه فاقتلوه أقوى، فالحديث أظهر في الدلالة على المطلوب، ويقوي ذلك أنه عام محفوظ فلم يدخله مخصص قبل النزاع، أعني قبل النزاع في مسألة قتل المرتدة لم يدخله تخصيص، فهو عام محفوظ. وأما الثاني فهو أقل ظهورا منه بدليل ما جاء في سبب الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان. فالظاهر حينئذ، يعني ورود سبب الحديث هذا، يضعف دلالته على المطلوب، إذ قد يقال إن المراد بالنساء هنا ما عدا المرتدة، ولهذا تقتل المرأة إذا جنت بالقتل عمدا عدوانا،
إذا قتلت عمدا عدوانا تقتل. فقد ضعف عمومه بدخول المخصص وبوجود احتمال التخصيص بالسبب عند من يقول بخصوص السبب. ففي الحديث الثاني أمارات على ضعف الظهور، وفي الحديث الأول أمارة على قوة الظهور، فيقدم الأول على الثاني، والله أعلم. قال: ويقدم الاتحاد على الإتقان. هذا شروع في مرجح جديد. وقوله الاتحاد على الإتقان، هذه يعني العبارة فيها غرابة ولا توجد في أصول هذا الكتاب، والله أعلم. فإن كان مراد المؤلف رحمه الله ترجيح حديث الراوي الأقل إتقانا إذا ورد حديثه متحد اللفظ فلم يقع فيه اختلاف في ألفاظه، على حديث الراوي الأكثر إتقانا إذا كان حديثه قد روي بوجوه مختلفة وألفاظ مختلفة. إن كان كذلك فلم أقف له على مثال. وأما إن كان يريد ترجيح الحديث الذي اتحدت ألفاظه فسلم من الاضطراب في المتن على الحديث الذي لم يسلم من ذلك، وإن كانت عبارته لا تدل على هذا المعنى فهو معنى صحيح يذكره غيره من الأصوليين، لكن كما قلت آنفا عبارته لا تساعد على هذا، فلعل في العبارة سقطا أو تحريفا. ومثال ترجيح الحديث المتحد الذي اتحدت ألفاظه فنقل على وجه واحد على الحديث الذي اختلفت ألفاظه، مثاله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولم تختلف ألفاظه. ويعارضه حديث غالب بن أبجر رضي الله عنه أنه قال: أصابتنا سنة ولم يكن في مالي شيء أطعم به أهلي إلا شيء من حمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية. جوال القرية، جوال جمع جالة وجلالة، جمع جالة وجلالة، وهي الدابة التي تأكل العذرة أكرمكم الله. فالحديث الأول يحرم لحوم الحمر الأهلية، والحديث الثاني يبيحه، وقد تعارضا، لكن حديث ابن عمر متحد الألفاظ، وأما حديث غالب بن أبجر فقد روي بوجوه مختلفة وألفاظ مختلفة، فكان مضطربا كما شهد بذلك الأئمة الحفاظ. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف. انتهى هذا المرجح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما كان فيه الورع. هذا مرجح جديد.
وما كان فيه الورع. وهذه العبارة أيضا محتملة، وذلك أنه إن كان المصنف رحمه الله يريد ورع الراوي، يعني ما كان متصفا بالورع يرجح على رواية غير الورع، أو ما كان أكثر ورعا يرجح على الأقل ورعا، فهذا قد سبق في الدرس السابق. وما أظن أن المؤلف رحمه الله يريد هذا، لأن المسألة قد سبقت فلا حاجة لإعادتها. وإن كان يريد أن معنى الحديث يتضمن ورعا أي احتياطا في الدين، فيرجح على ما ليس كذلك، فهذا سوف يأتي، سوف يأتي في عدة مسائل، منها ترجيح الحاضر على المبيح، فإن الورع يقتضي الامتناع عن الشيء إذا تعارض فيه إباحة وحظر. ويأتي أيضا في ترجيح الحظر على الندب، فإن الأخذ بالحاضر أولى من القول بالندب، وترجيح الحديث الذي يدل على الندب، فالورع والاحتياط يقتضي ترجيح الحظر على الندب. ويأتي أيضا في ترجيح الموجب للحد على المسقط له، فإن الاحتياط يقتضي ذلك. ويأتي أيضا في ترجيح الأمر على المبيح، فإن الورع والاحتياط يقتضيان ذلك، وكل هذا سوف يأتي إن شاء الله تعالى. قال: وذو الزيادة على غيره، هذا مرجح جديد. الحديث الذي فيه زيادة يرجح على ما ليس كذلك. والزيادة هنا لا يقصد بها زيادة الثقة، لا يقصد بها زيادة الثقة، المصطلح المشهور، فإن تلك مسألة سبق الكلام عنها في مباحث السنة في هذا الكتاب. وإنما يقصد هنا الزيادة المعنوية، يعني أحد الحديثين يزيد على الآخر في معنى الحديث، في الحكم الذي تضمنه الحديث، في العبادة المذكورة في الحديث، وليس زيادة الثقة، لأن تلك حديث واحد، إلا أنه جاء من طريقين، فراوي أحدهما زاد في لفظه، زاد في لفظه، والراوي الآخر لم يأتي بهذه الزيادة في لفظه، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر إلى أن قال من المسلمين، يعني تجب على من كان مسلما، وفي طريق آخر لم يقل من المسلمين. فأحد الراوي، يعني الحديث واحد، إلا أنه جاء من طريقين، وراوي أحدهما زاد في لفظه، في آخره زاد عبارة ليست في الآخر. أما هنا فالألفاظ هي حديث، عفوا، المسألة هذه التي معنا حديثان مختلفان، وأحدهما يقتضي زيادة في الحكم، زيادة في المعنى، لا أنهما حديث واحد روي من طريقين وراوي أحدهما زاد على الآخر، لا، ليس كذلك، فرق بين المسألتين. مثال ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت
حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها إلى آخر الحديث، فذكر الرواتب، السنن الرواتب، فذكر 10، فالشاهد في قوله ركعتين قبل الظهر. الحديث في الصحيحين، ويعارضه حديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2. فهنا حديثان تعارضا، وليس حديثا واحدا روي من طريقين وأحدهما زاد على الآخر في لفظه، لا، تلك مسألة زيادة الثقة. أما هنا فهما حديثان اثنان مختلفان ويتناولان مسألة واحدة، وهي مسألة النافلة التي تكون قبل الظهر. كم هي؟ أعني محل الاختلاف بين الحديثين هو في النافلة، نافلة الظهر القبلية. هل يصلي المصلي قبل الظهر في السنن الرواتب يصلي 4 أو 2؟ اختلف الحديثان. الحديث الأول يقول 2 قبل الظهر، والثاني يقول 4 قبل الظهر، فيرجح الثاني لأن فيه زيادة 2، فهذا معنى الزيادة، الزيادة في المعنى. الدليل لما، يعني لما رجحنا الزائد، لما رجحنا حديث علي على حديث ابن عمر، وكلا الحديثين صحيح. فنقول لأن هذا الذي أتى بالزيادة وقع معه زيادة علم لم يطلع عليها الآخر، كلاهما ثقة وهذا زاد، إذن علم شيئا ما علمه الآخر، هذا معنى قولنا مع صاحبه زيادة علم، أي علم شيئا ما اطلع عليه الآخر، وحينئذ من حفظ حجة على من لم يحفظ. وأيضا أن في العمل بالزيادة تكثيرا للأحكام وشرائع الإسلام، وزيادة في أجر العاملين، زيادة الثواب للمسلمين. فهذه أدلة تقتضي ترجيح الذي زاد على الذي لم يزد. انتهى ما يتعلق بالمرجحات الراجعة إلى هذه الحيثية، إلى هذا الاعتبار، الترجيح باعتبار المعنى. والآن سيشرع المصنف في اعتبار جديد، وهو الترجيح من جهة المتن، ترجع إليه عدة مرجحات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال: الترجيح من جهة المتن، يرجح النهي على الأمر، يرجح النهي على الأمر، سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب أو أمر إباحة، يرجح عليه النهي إذا كان للحظر. والكلام هنا في الترجيح إذا كان بين النص الناهي والنص الآمر ترجيح فقط، أما لو عرف التاريخ فعرفنا المتقدم من المتأخر ولم يمكن الجمع، فإن المتأخر ناسخ للمتقدم سواء كان أمرا أو نهيا. لكن الكلام هنا كما هو الكلام في غيره
هو في الترجيح فقط. فالنهي يقدم على الأمر، قال: لأن النهي إنما يرد بعده غالبا. لأن النهي إنما يرد بعده أي بعد الأمر غالبا، يعني كأنه يقول إنه ظهر بالاستقراء، استقراء النصوص الشرعية، أن وجدنا أن الأمر يسبق النهي في الغالب، يأتي أمر ثم بعد ذلك يأتي نهي، هكذا يقول المؤلف رحمه الله. وهذا محل بحث، صحة هذا الاستقراء هي محل بحث. والأحسن أن يقال في الدليل: لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإن النواهي هي لدفع المفاسد، وأما الأوامر فهي لجلب المصالح، فيقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. مثال ذلك: مثال تقديم النهي على الأمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. حديث صحيح، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، اليوم الواحد ما تصلي فيه الظهر مرتين والعصر مرتين وهكذا. والحديث عام، ما تصلي صلاة مرتين في كل الأحوال. ويعارضه حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس رأى رجلين في ناحية المسجد لم يصليا معهم، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه، فإنها له نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا قال: فليصلي معه، أمر استحباب، فليصلي معه، أمر بإعادة الصلاة، أن تصلى مرة ثانية، إعادة الصلاة في جماعة. إذن أمر بصلاة ثانية لنفس الصلاة. وفي الحديث الأول يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، فقد تعارضا، فيقدم النهي. يعني بعضهم مثل بهذا، قال: يقدم حينئذ النهي، فلا تصلى الصلاة مرتين. وهذا كما قلت مجرد مثال، وإلا فبعض العلماء يرجح الحديث الثاني باعتبارات أخرى، لكن كما قلت الغرض هو ضرب المثال للقاعدة. قال: ويرجح الأمر على المبيح إذا ورد نص فيه أمر ونص فيه إباحة، فإنه يقدم الحديث أو النص الذي فيه الأمر. قال: لوروده بعده غالبا، يعني يقول لوروده أي لورود الأمر، بعده أي بعد المبيح غالبا. يقول يعني استقرأنا نصوص الشريعة فوجدنا عند اختلاف الأوامر والحديث الآمر والأحاديث المبيحة نجد أن الأمر يأتي بعد الإباحة غالبا، فنأخذ بهذا الغالب ونجعله قاعدة، والقواعد تبنى على الاستقراء الغالب،
كثير من القواعد بل أكثر القواعد تبنى على الاستقراء غير التام، فيكفي فيه الغلبة، وكونه بعده يدل على أنه آخر الأمرين في هذه المسألة. وقد سبق معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نأخذ آخر الأمرين، وآخر الأمرين في الغالب هو الأمر، فنترك القديم وهو المباح ونأخذ بالجديد وهو الأمر، ظنا لا قطعا، إنما هو ظن، والظن يكفي في الترجيح. هكذا قال. وكان ينبغي أيضا أن يعلل بالعلة التي سبق أن ذكرناها آنفا، وهو أن العمل بالأمر أحوط، لأن الإباحة تجوز للمسلم الترك، والأمر يلزمه بالفعل، وهذا التعليل إنما يصح فيما إذا كان الأمر أمر إيجاب. وإن قلنا إن الأمر للإباحة وعارض، إن الأمر للندب ويعارض المبيح، فإنه يقدم أمر الندب لأنه يقتضي زيادة في الأحكام وشرائع الإسلام، وزيادة في ثواب العاملين وأجورهم. مثال ذلك حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه الذي مر معنا آنفا: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه. فهذا الحديث يدل على إباحة صلاة الفريضة في البيت، لأنه قال: إذا صلى أحدكم في رحله، إذا صلى في رحله في محل إقامته، إذا صلى في بيته وأتى الجماعة يصلي معه. فيتضمن الحديث الإقرار على صلاة الناس في بيوتهم، جواز الصلاة في البيت. لكن يعارضه حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب، فإني لا أجد لك رخصة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث باختصار ذكرناه مختصرا وبالمعنى. فهنا أوجب عليه، يقول أجب، هذا أمر، ثم يقول: لا أجد لك رخصة، ليس لك رخصة أن تصلي في دارك. وهناك أباح لهم الصلاة في بيوتهم. فقد تعارض الحديث الآمر وهو الحديث الثاني مع الحديث المبيح وهو الحديث الأول، فيقدم الأمر على الإباحة احتياطا للدين وإبراء للذمة. هذا والله أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.